أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 65 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة استهدفت نازحين شمال شرق سوريا بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووقع الهجوم في محافظة الحسكة في منطقة يتجمع فيها النازحون في منطقة دير الزور قبل السماح لهم بدخول المخيمات وفقا لمدير المرصد رامي عبد الرحمن. وأوضح عبد الرحمن أن الهجوم أسفر عن 65 قتيلا على الأقل بين النازحين وقوات أمن كردية. أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الانفصال. وقال المتحدث لوكالة رويترز في رد فعل على عرض السلطات الكردية إجراء حوار إن على حكومة إقليم كردستان الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق. ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن زلزالاً ضعيفاً هز منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، لكنه ليس ناجماً عن نشاط إنساني فيما يبدو. وهذا أحدث زلزال يتم رصده بعدما أجرت بيونغ يانغ سادسة وأكبر اختباراتها النووية في مطلع شهر سبتمبر أيلول الماضي. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن زلزالاً بلغت شدته 2.17 درجة وكان على عمق 3 كيلومترات. أعلن مسؤول الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن العدد المؤكد للقتلى جراء حرائق الغابات في شمال الولاية هذا الأسبوع قفز إلى 31 قتيلاً، ليصبح أكبر عدد من القتلى يسقط نتيجة حريق واحد منذ 84 عام. وحذرت السلطات من أن عدد القتلى نتيجة أكثر من 20 حريقاً تستعر عبر 8 مقاطعات قد يرتفع في الوقت الذي ما زال فيه مئات الأشخاص في عداد المفقودين في مقاطعة سوناما لوحدها. وجدت دراسة حديثة أن لدى المرضى الذين يتعالجون عند أطباء الجراحة الإناث معدلات وفيات أقل مقارنة بالجراحين الذكور. وقال الباحثون إن النساء أكثر مهارة من الرجال في الجراحة وكذلك أفضل في اتباع المبادئ التوجيهية، كما تعد الطبيبة متفوقة في التواصل مع الموظفين الآخرين. وقارنت الدراسة نتائج المرضى الذين خضعوا لإحدى العمليات الجراحية من قبل طبيبة جراحة مع أولئك الذين أجروا العملية نفسها لكن برعاية طبيب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.